السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعت جبت حاجة من بانجود، هحط لكم الرابط بتاعها تحت. بس قبل ما نعمل انبوكسنج لازم أشارككم إنه مش أي حاجة يا جماعة تيجي من بره. لو ما كانش الحاجة مهمة، أنا بتكلم على مصر طبعا، لو الحاجة مش مهمة فأنت بتخش في التخليص. وشركات الشحن للأسف الدولية، مش هذكر أسامي يعني، بصراحة يعني مش ظراف خالص. أنا اللي أنا جبته يا جماعة هو الجهاز ده، هوت الجهاز ده هوت هو عبارة عن يعني تك 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 كده يفتح الباب. أنا كنت متخيل إن هو أنا جايب حاجة عشان أعمل عليها حلقة بخصوص كيفية تركيب الكالون جوه الباب، يعني حاجة ملهاش علاقة باللي جالي ده بتاع الباب الخارجي. أنا اللي غلطت طبعا، دي غلطتي أنا، فبالتالي هضطر ان انا اركبه. طبعا مش هسجل تركيبه، هعمل لكم انبوكسنج بس، وبعد كده بعد ما اخلص تركيبه بعد كده او اجيب حد يركبه لسه مش عارف، هقول لكم المزايا والعيوب بتاعه، ونقلب القناة الى قناة الكترونيكس وابوابه كده. ما علينا، خلينا نعمل انبوكسنج وبعد كده نقيم الكالون بتاع الباب ده اللي بيتفتح. يلا بينا نفتح كده ونبص. مقفولة كويس. الفكرة كلها في الآتي، الفكرة كلها ده الجهاز اللي بيتحط بره البيت بالرقم السري، وفي نفس الوقت بيشتغل عليه بالبصمة عشان لو عايز تفتح باب البيت بدل ما تشيل مفتاح. ولو حصل حاجة مفروض هنا بيكون في هنا دي بتتشال كده، وبنحط بنحط القفل ده عشان يتفتح بالمفتاح، لانه لو حاجة بطارية خلصت او حاجة زي كده ادي كده بتتقفل وبتستخبى بدي. ولما بنلف بالمفتاح دي بتلف وتفتح الباب وتقفله. دي بتتفتح بالتليفون او بتتفتح كمان بالكارت ده، وبيديهولك كارت بسيط كده بتشيله معاك في السلسلة. كل ما بتعمل كده الباب بيفتح اوتوماتيك. دي الطبلة. انا كنت فاكر طبعا انا جايب حاجة ان هي تتحط جوه الباب، بس ما علينا يعني. ده بتشيله جوه لو عايز تفتح من بعيد، فبتتكى بالريموت وبتفتح وبتيجي معاها البطارية. وخلينا نشيل دي كده. ودي اللي هي بتتركب الترباس، اللسان بيخش هنا لما بنيجي نفتح. بصوا دي لو اتلفت كده ادي اهو اللسان طلع، او بندخلها وبتتفتح بالبصمة. يعني الموضوع مش صعب، شوية هي بتتقفل هتبقى بالمنظر ده. ادي اسف بالمنظر ده، هي بتخش اللسان بيخش في الحتة دي كده. الجهاز ده الحتة دي بتبقى من برة وبتدخلها، ومجرد ان انت تدخلها وبتوصلها من هنا من ورا بتفك المسامير اللي موجودة هنا، و بتركب الحجارة 4 بطاريات ومعهم مفتاح 3 مفاتيح. طبعا لو انت عايز يعني تشتغل بالمفتاح مش عايز قصة ال بيسموها ايه قصة الكروت دهيت، فزي ما احنا شايفين المفتاح اللي هي الطبلة اهي، فبتدخلها هنا بالمفتاح شكله حلو كده، وبتلف فبيلف من ورا زي ما احنا شايفين، فهو شكله حلو. ده بيتشال عندك يعني لو البطارية خلصت او حاجة، وبيشتغل بالواي فاي من بعيد، وبيشتغل بدهيت، وكذلك بالبصمة، وكذلك بالرقم السري. يعني في كذا طريقة نفتح بيها. انا مش يعني طالما ده مش خشب وكده مش هشرح اكتر من كده. بعد ما ركبه ان شاء الله هعمل لكم ريفيو واقول لكم حلو ولا لا، يعني عملي ولا غير عملي. فيلا بينا نشوف الموضوع ده بعد ما يتركب. جبت الراجل زي ما شفته، انا وهو ركبناه. انا عملت التنظيم بتاعه او السيستم، شغل السيستم عليه. الموضوع سهل جدا، ما شلتش القديم لغايه ما اتاكد انه الجديد بقى كويس. بعد كده هبقى اقطع هنا باللحام واشيله، ملوش ايه لازمه. الفكره حلوه جدا. انا ركبت له طبعا حاجه اضافيه، لحام ب
بالطريقة دهيت، وبعد كده بدهن الحتة دهيت والبصمة بتبقى من هنا، وهبتدي اعمله برمجة واجربه بعد كده قدامكم. بنجرب الكارت ده، هو مديناها لك معاها. كل اللي بتعمله بتحطه كده كده فتح. تاني محاولة وهي البصمة، فبنروح بالبصمة كده فتح خلاص. بيقفل بعديها بثانية تقريبا لوحده. وطبعا اخر حاجة وهي تقدر تحط اي رقم سري وبيفتح. والاخيرة طبعا لو انت اتزنقت، شايفين الخرم ده، بنشيله بنلاقي المفتاح، تفتح بالمفتاح. واخر حاجة لو البطارية خلصت، فمن تحت هنا في دخلة USB يفتح برضو بيشحن، وتقدر تخش مدون ادنى مشكلة. لو عايز تفتح الجهاز بتفتحه من هنا كده، مفيش مشكلة، بتفتح بعدين بتقفل، هو بيقفل لوحده بعد ما تقفل. لو تساب 5 ثواني بيقفل تاني لوحده لو محدش فتحه، لو حد اتكع على ده بالغلط. وبعد كده لو عايز تفتحه تاني بيفتح برضو تاني لو سبته 5 ثواني، مفيش مشكلة. وده انا جربته من جوه البيت زي الفل. طب يا جماعة المنتج زي الفل، حلو جدا، الطبلة وداعا للمفتاح. الحاجة الوحيدة بس اللي ليا عليها وهي الحاجة اللي بتيجي عشان تقرأ وتنفذ الكلام ده، بيبقى فيه بعض الصعوبة. لو حد منكم جابه يبقى يبعتلي لو فيها مشكلة اقول لكم تعملوا فيها ايه. غير كده انما هو كمنتج شغال لغاية دلوقتي زي الفل. لو حصل له اي حاجة هقول لكم. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.